على الصعيد نفسه، رحب قائم مقام قضاء الضلوعية خلف تركي بالحضور، مستذكرا ملحمة ذات السواتر التي أسست لمرحلة كسر ظهر الإرهاب. اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا وأنتم في مدينتكم ضلوعية العز والمجد والفداء. هذه المدينة التي كتبت سفرها المجيد بتضحياتها وبسالة وبطولات أهلها الكرام بكل عشائرهم ومسمياتهم، والتي تحطمت على أسوارها جماجم الظلم والتخلف والإرهاب. في معركة ذات السواتر المجيدة، تلك الملحمة التي كسرت ظهر الدواعش الأنجاز، ومنها انطلقت جحافل النصر لتحرير باقي مدن وقصبات العراق الحبيب.